بسم الله. دلوقتي لو انا عايز اعمل الترو نورث، هو النورث الطبيعي في اللوحه ان هو بيبقى في الاتجاه دوت. طيب ممكن يكون المبنى فيه روتيت، فانا محتاج ان انا اظبط واعمل النورث الحقيقي. دلوقتي ده الاورينتيشن، بروجكت نورث والترو نورث. تمام، البروجكت نورث بيوريني الاتجاه بالشكل دوت، الترو نورث هيوريني المبنى في الشكل الحقيقي. طيب عشان اظبط الترو نورث بتاعي، فانا باجي هنا في البروجكت لوكيشن واقول له انا عايز روتيت ترو نورث. تمام، فهنشوف الرسالة اللي هتجيلنا ايه دلوقتي. بيقول لي الفيو ماست بي اورينتيد تو ترو نورث، لازم تظبط هنا الاورينتيشن بتاعك لترو نورث الاول. طيب اجي هنا واقول له ترو نورث. تمام، فهيبدأ يظبط الشكل بتاعي على الترو نورث المسجل. تمام، ممكن تلاقيه في نفس ما تغيرش لو انت ما عدلتش في الترو نورث قبل كده. هاجي هنا واقول له روتيت ترو نورث. انا عايز الف المبنى. طبعا كل الفيوهات بتاعتك مش هتتغير لان هي متظبطه على البروجكت نورث. تقدر تيجي تغير من خلال انت تدوس كليك وتسحب وتدي له الزاويه اللي انت عايزها، او تقدر تكتب الانجل فروم بروجكت تو ترو نورث وتقول له مثلا من الايست او من الويست زي ما انت عايز. تمام، يعني ممكن تكليك وتبدا تسحب. تمام، فيبدا يغير لك الترو نورث بالشكل اللي انت عايزه. في اي وقت ممكن تيجي هنا في الاورينتيشن وتقول له انا عايز البروجكت نورث، هيجيب لك البروجكت نورث اللي هو تبقى الحاجات كلها واخده نفس الزاويه الطبيعيه اللي هي في اللوحه بالشكل دوت. ولو جيت هنا في اللوكيشن ودخلت سايت، هتلاقي ان هو جايب لك الانجل فروم بروجكت تو نورث، بروجكت نورث تو ترو نورث. اوكي تمام، وتقدر تخلي عندك اكتر من سايت، يعني تقول له دوبليكيت يبقى ده لي اعدادات غير الاعداد دوت. تمام، ممكن في اي وقت تقول له ميك كرنت، تخلي ده الاعدادات اللي موجوده، ده هو الاعدادات بتاعتها، تقدر تنقل من اكتر من اعداد.